القطع القديمه اللي مدينه حمص اللي بتتميز فيها مدينه حمص والتراث القديم كل شيء عم يدمر وكيف كان الاجواء داخل المدينه كيف كانت الاجواء وكيف صارت اليوم اليوم ما بنشوف الا ركام والرعب والخوف اللي تسكن هالاحياء اثر الطريقه اللي عم يتبع النظام بالتنميه عوائل هون الجيران كلياتها عائله واحده الجيران كلياتهم يحملوا بعضهم يديروا بالهم على بعضهم ينزلوا بعضهم اما اليوم نشوف ما فضل بهالاحياء سوى الاحجار والاحجار اللي منعنا نرحم النظام الاحجار اللي منعنا نرحم النظام اللي عم يدمرها وهي بعض من الرسومات اللي رسموها اهالي هالحي فنحن عندنا هون احد المنازل اللي بيطلع علينا من الشارع شو كان شو الموجود في داخله ما فضل السقف مثل ما هو الجدار ما مثل ما هو كل شيء تدمر هذول يا تعزقة مدينة حمص وتراثة يوميا مهددة بالدمار وطريقة التهجير اللي يعني تبع النظام وحتى يعني بالطرقات بالطرقات بنشوف في عشب بيطلع العشب بزوايا هالاحياء القديمة هالدليل انه دول اثرية عنوان الشجرة يعني شو كنت قد عمر هالشجرة ومن ايمتى تطلع هالشجرة وشو بتعطي شو كان يتغذى منها اهالي هالحي من هالشجرة هاي طبعا شجرة التين كله معمر اغلب الدور هون من حجر الصوار وكل التراث وهي هذا عندنا جزء من الدمار اللي صاير البيت الاثر القديم طابع علم مجمل بشكل كامل طبعا مثل ما ذكرونا على هذا الحي كان بداخل الغرفة رجل كما يقال مكرسح مشلول من قبل الثورة مرض قبل الثورة مكرسح استهدف النظام ودمر الغرفة تبعه وأخرجوا أهالي الحي من غرفته تحت القصر بين الحياة والموت